هي فترة نفي مصطفى النحاس مع سعد زغلول وزملائه سينود حنا ومكرم عبيد وفتح الله بركات وعاطف بركات ومصطفى النحاس إلى سيشن في ديسمبر 21، واستمر النفي ده حتى ربيع 23 عاد، يعني تم الإفراج عن سعد في مارس 23 وعاد إلى مصر في سبتمبر 23، وتم الإفراج على عن باقي المنفيين في مايو نهاية مايو 23 ورجعوا مصر في نهاية يونيو 23. المذكرات أنا حاولت أحافظ بقدر الإمكان في النشر على الأسلوب المكتوبة به، بما في من أخطاء أحيانا أخطاء في اللغة الكتابة بين العامية والفصحى خصوصا في الكراسة الكبيرة الثانية، فحافظت عليها بلغتها زي ما كتبها مصطفى النحاس. دي الصورة اللي بختم بيها، استقبال صورة شعبية مرسومة للمنفيين الستة بعد ما رجعوا، سعد راكب أسد والباقيين واقفين وراه، يعني استقبالهم بعد عودتهم من النفي. وشكرا ليكم، وأتمنى من مذكراتكم تبقى خير. المصادر المصريه للكتاب مذكرات الرافعي ومذكرات سعد زغلول، وكل الكتب والمذكرات والحاجات اللي قدرت تلاقيها موجوده بالعربي، وهي محدوده جدا، يعني معظم المعلومات اللي موجوده في الكتاب دي مش معلومات موجوده في مصر. المصادر الامريكيه كلها مصادر اصليه اوريجينال، ما انتشرتش قبل كده. معظم اللي موجود في الكتاب ده لم ينشر باي لغه من قبل، يعني 80% من الداتا اللي هنا ما انتشرتش باي كتاب في اي حته. كلها جايه، احنا طبعا طلعنا 12,000 صفحه من 120 دول، هما اللي درست اللي حاولنا فيهم لان لقيناهم قريبين من الشغل.